تاني topic عندي برضو تحت موضوع ال heart and circulation، هنتكلم عن ال heart rhythm اللي هو الإيقاع بتاع القلب أو ضربات القلب. طيب the normal resting heart rate normally، لما الإنسان بيبقى في حالة rest، في حالة راحة، ال heart rate بتاعي بيكون من 65 ل 75 beats ضربة في ال إيه per minute، في الدقيقة الواحدة. في الأثليتس it may be as low as 40 beats per minute، لكن في الرياضيين ممكن تبقى حوالي 40 ضربة في الدقيقة. في ال extreme athletic activity the heart rate can go as high as 200 ضربة في الدقيقة. دول في اللي هم يعني بيلعبوا ألعاب مثلا جري، وثب عالي، وثب طويل، حاجات كده فيها أو سباحة، الحاجات اللي بيبقى فيها exercise عالي قوي. تمام. طيب the heart rhythm او the heart rhythm may be regular او irregular، الريتم بتاع القلب ده ممكن يبقى منتظم او غير منتظم. طيب لو هو irregular rhythm بيسمى arrhythmia، يعني عدم انتظام في ضربات القلب. there may be early beats which interrupt the regular rhythm، يعني بيبقى فيه ضربات بتيجي early مش في ميعادها، فبتinterrupt بتأثر على الريجولر ريتم بتاعي. انا الريتم بتاعي بيبقى ماشي بانتظام، فلاقي فجأة كده في ضربة كده دخلت في النص، بوظت لي الايه الرسم بتاعي كله او الريتم بتاع القلب، اللي فيبقى اسمها بريماتيور بيتس. بريماتيور يعني سابقة لأوانها، يعني جت في وقت مش ما كانش المفروض انها تيجي فيه. تمام.